بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. والله لقد هرمنا لاجل هذه اللحظه. منتخب مصر يفوز على منتخب ليبيا 3-0 وبيقدم متعه وبيقدم اداء كويس وبيقدم اقناع كمجموعه وكفريق. اخيرا منتخب مصر بقى ليه شكل جماعي كويس، اخيرا منتخب مصر عمل مباراه تكتيكيه كويسه، اخيرا منتخب مصر قدر ينقل الكوره باصتين ثلاثه على بعض، اخيرا منتخب مصر لما قرر يعمل مباراه دفاعيه عرف يعمل مباراه دفاعيه، ولما قرر ان هو يلعب 4-3-3 عرف يلعب 4-3-3. انا مش جاي علشان خاطر اتكلم ان منتخب مصر كان عنده مديرين فنيين سباكين، لا دي حاجه كلنا عارفينها. انا جاي بس علشان خاطر اتكلم مع الناس اللي كانت بتتكلم قبل المباراه على اختيارات المدير الفني. جاي اقول لكم يا جماعه ادوا للراجل فرصه، ويا رب ماتش النهارده والاداء اللي احنا عملناه النهارده يخليكم تكونوا راضيين على المنتخب وراضيين على فتره السيد كارلوس كروش اللي بتبدا من مباراه ليبيا. انتظروا منتخب مصر محترم مع اعطاء فرصه لكارلوس كروش ان هو يعمل اللي هو عايزه، بعيدا عن الافكار والهبدات الاعلاميه والهبدات الجمهوريه وكلام السوشيال ميديا. سيبوا الراجل يشتغل، سيبوا الراجل يقرر ايه الفريق اللي عايز يعتمد عليه. ورسالتي هنا مش للجمهور بس، رسالتي هنا لمدرب حراس منتخب مصر. لما يكون عندك حارس مصاب ما ينفعش انك تلعب بيه، انت مش في نادي وعندك حارس كويس وعندك حارس سيء على الدكه، لا انت في منتخب متاح ليك انك تختار افضل عناصر متاحه ليك اختيارها، يعني انت بتختار منتخب عندك ثلاث حراس مميزين، ده اللي مفترض يكون موجود، واحد غاب التاني بيكون بديل، ما ينفعش ان انت الحارس الاساسي بتاعك يكون مصاب وتلعب بيه المباراه الاولى وتعدي على خير وربنا يستر فتقرر تلعب بيه الماتش التاني، ما ينفعش، ده غباء، ده اعتقد ان هو تم ورا السيد كارلوس كروش، وده اللي اثبتته لحظه تغييره محمد الشناوي، يعني انت بتلعب رغم اصابه الشناوي ونزل مكانه ابو جبل، ابو جبل اللي كان عنده ثبات انفعالي رهيب جدا، ابو جبل اللي زيه زي الفريق كله، كان متحضر نفسيا كويس يا اخي، ده برضه شغل مدرب وربنا، انا مش جاي اطبل لكروش، انا جاي بتكلم على ان كارلوس كروش محتاج فرصه ومحتاج ياخد وقت ومش محتاج ان احنا نقعد نهبد اعلاميا واللعيب ده موجود ليه وده اساسي ليه وده لازم يلعب وده مش لازم يلعب وكلها بقت لازم، انها تتكلم في شغل المدرب والمدرب ده كفتجي واحنا هنا في الاستوديو بنحط تشكيله منتخب مصر. لا انتوا شويه هبدين وشويه ناس منتفعين وشويه ناس مالكمش اي علاقه بعالم كره القدم، سواء ان انتوا جايين تاكلوا عيش، يعني مش جايين تتكلموا على منتخب مصر ايه الصح وايه الغلط، لان الموضوع فاضل صح انتوا مش هتعرفوا تتكلموا في الصح، فانتوا عايزين الموضوع يبقى غلط علشان خاطر تقعدوا تتكلموا في الغلط. فمنتخب مصر النهارده لما قرر يعمل جيم متوازن كان دفاعيا جيد جدا، دفاعيا ما كانش فيه مواقف خطيره سوى الكرات العاليه اللي منتخب ليبيا كان فيها نوعا ما كده ريحه الخطوره لحد ما بنقدر ان احنا نمسك المباراه من الدقيقه 37 وبنجيب الهدف الاول عن طريق الفتوح من اسيست جيد جدا لمصطفى محمد. مصطفى محمد اللي برغم الانتقادات بيبدا النهارده اساسي، مصطفى محمد اللي بتقعد تتفرج عليه بعد 5 دقائق تلاقي ان هو جاله كروس من عمر مرموش، عمر مرموش اللعيب اللي كارلوس كروش كان براهن عليه واللي كارلوس كروش جابه من الدوري الالماني وقرر ان هو يحطه اساسي جوه ملعب منتخب مصر، بيعمل المباراه اللي فاتت هدف جميل والنهارده بيعمل اسيست جميل جدا لمصطفى محمد اللي بيحولها بدماغه بطريقه ولا اجمل ولا اروع علشان خاطر تخش كده ورا في الملابس و2-0 وخلصنا الماتش بدري واعمل اللي انت عايزه عم كلمنتي ان يا كده كده خلاص خلصنا بشياكه. كارلوس كروش يسكت على كده؟ لا، نخش الشوط الثاني نقعد نتفرج نشوف المنتخب الليبي هيعمل ايه. كان في خطوره ناحيه حمدي الهوني، شاف ان الراجل عمرو السوليه خلاص، عمرو السوليه بدا يتعب وعمرو السوليه محتاج ان هو يتغير ومحتاج ان انا اقفل الحته دي وانزل حمدي فتحي يقف قدام اكرم توفيق، فحمدي واكرم يقفلوا على حمدي الهوني مكمن الخطوره الوحيد للمنتخب الليبي، وفعلا نزل حمدي فتحي وطلع عمرو السوليه وقرر ان هو يطلع عمر مرموش ونزل رمضان صبحي، الناس كلها قالت له ازاي؟ بتطلع مرموش ازاي يا ابن المفتريه؟ عمر مرموش ده احسن لعيب يا راجل، حرام عليك اللي انت بتعمله، عشان يا شيخ السميع العليم ان اول كوره رمضان صبحي يلمسها اسيست ان ابو صلاح يسجل الهدف الثالث، يا اخي والله الناس يا حكم لطرب جميل. يعني عبد الله قدم ماتش كويس، رمضان عمل ماتش كويس، النني عمل ماتش كويس جدا، والنبي يا جماعه ادعموا المنتخب بدل ما انتم قاعدين مستنيين اي غلطه واي وقع علينا، حرام عليكم والله ارحمونا. وموضوع ان سلاح بيقدم اداء سيء مع ليفربول، اداء سيء مع منتخب مصر غير اللي بيقدمه مع ليفربول، فمش معنى. انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم ده منتخب ليبي كله بيلعب ضد صلاح اللي هو بالروح بالدم مش هتعدي، طب هيعمل ايه الراجل؟ غير ان الراجل النهارده عمل اسيست والراجل النهارده رغم ان هو ما كانش واو بس ما كانش سيء، يعني صلاح والنني رغم ان انت تقدر تقول ان هم كانوا من نجوم المباراه بس برضه هم عاملين اداء كويس جدا. عبد الله السعيد اللي انت قاعد تنتقد عليه وتتكلم ان عبد الله السعيد ما يسعيش على منتخب مصر، لا عبد الله السعيد عمل اداء كويس جدا واداء متزن جدا دفاعيا وهجوميا، عبد الله عمل دور دفاعي كويس جدا ما عرفش يعمله لعيبه ثانيه.
فانت بتتكلم في ايه؟ ادعم منتخب مصر وسيبك من حوار الافراد وسيبك من حوار الانديه ونرجع كلنا كده نصطف ورا منتخب مصر اللي مفترض ان الدوري بتاعنا بيخدم على منتخب مصر، بس احنا كمصريين مالناش دعوه بالعلاقه دي، احنا بنلعب احنا كره لوحدنا، بنشجع لوحدنا، احنا عايشين في كوكب لوحدنا عزيزي، بس الكوكب ده بنتمنى ان احنا نغير وناتي بكوكب جديد، نكون هنا كلنا بنتكلم على منتخب مصر، لازم نقف ورا منتخب مصر، ولازم موضوع الانديه نفصله على المنتخب علشان خاطر الموضوع بقى ممل والموضوع بقى رخم جدا. فلو عجبك الفيديو عزيزي اعمل لايك وسبسكرايب. مش هنقعد بقى نتكلم على التغييرات اللي بعد كده، موضوع طارق حامد وموضوع ان هو بيعمل تغييرات في اللحظات الاخيره، كله بيلعب والمنتخب مفترض ان هو بيكسب وخلاص بقى يا جماعه، نقعد كده كلنا مع بعض ونعمل لايك وسبسكرايب للفيديو والحمد لله رب العالمين عدت على خير.